أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. شاء سبحانه أن يجعل في الأرض خليفة، فخلق آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام حواء عليها السلام. أمر الملائكة أن تسجد لآدم إظهارا لشرفه عليه السلام، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، كان مع الملائكة ولم يكن من الملائكة، أبى واستكبر، أبى أن يسجد لآدم عليه السلام استكبارا وكفرا. قال الله عز وجل له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكانت عاقبة المتكبر أن الله عز وجل طرده من رحمته، فأصبح ملعونا رجيما مطرودا من رحمة الله عز وجل. فماذا فعل؟ سأل الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، وأن لا يقضي عليه الموت إلى يوم القيامة، فأنظره الله عز وجل وجعله من المنظرين. يا ترى أيها الإخوة، هل طلب إنظاره إلى يوم يبعثون من أجل أن يتوب لعل الله عز وجل أن يرحمه؟ لا وكلا، وإنما طلب إنظاره إلى يوم يبعثون من أجل أن يغويكم يا بني آدم، من أجل أن يدلكم على طريق النار، من أجل أن يضاد صراط الله المستقيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. توعد بأن يأتي بني آدم من كل جهة يقدر عليها من أجل أن يغويهم ويصدهم عن صراط الله المستقيم. فكان حكم الله عز وجل العادل أن إبليس ومن اتبعه في جهنم جميعا والعياذ بالله. وأمر الله عز وجل آدم وحواء أن يدخل الجنة وأن يأكل منها ما شاء حيث شاء رغدا، ونهاهما عن شجرة واحدة، فوسوس لهما الشيطان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. أظهر لهما أنه ناصح، وقاسمهما وأقسم لهما أنه لهما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة التي نهاهما الله عز وجل عن الأكل منها بدت لهما سوآتهما، فرجعا إلى الله فورا وتابا إلى الله عز وجل، فتاب الله عليهما، وقضى الله أن يهبط آدم وحواء إلى الأرض وأن يهبط إبليس إلى الأرض. فهبط آدم عليه السلام تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما. أيها الإخوة والأخوات، عاش أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها السلام على الأرض يعبدان الله عز وجل، موحدين لله عز وجل، وجعل الله عز وجل لهما ذرية، وإبليس يكيد لهما ولذريتهما، فأوقع بعض أبناء آدم في المعصية فقتل أحد أبناء آدم أخاه، لكنه لم يوقعهم في الشرك ولا زال يكيد لهم. والناس أمة واحدة على توحيد الله
ولا يكون الناس أمة إلا إذا كانوا على التوحيد، اجتمعوا على توحيد رب العالمين. وإبليس يكيد لهم، يريد أن يوقعهم في الشرك. استمرت ذرية آدم على التوحيد 10 قرون وهم يوحدون الله عز وجل، إلى أن تمكن إبليس من خداعهم وأوقعهم في الشرك بالله عز وجل فاختلفوا. والشرك مفرق للناس، مباعد لهم عما يحبه الله عز وجل. كاد لهم إبليس، فكان هناك أقوام صالحون يعبدون الله عز وجل فماتوا، فجاء إبليس يوسوس لمن بعدهم ويقول لهم صوروا لهم تصاوير، مثلوا لهم تماثيل، حتى وضعوها في مجالسكم حتى إذا رأيتموها تذكرتم أولئك الصالحين فعبدتم الله عز وجل، فأطاعوه وانخدعوا وفعلوا ما أمرهم به فوضعوا ذلك في مجالسهم، فلم يوسوس لهم في الشرك إلى أن ذهب أولئك القوم. فجاء من بعدهم فقال لهم إن آباءكم ما صوروا هذه التصاوير وما مثلوا هذه التماثيل إلا ليجعلوها وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فعبدوهم والعياذ بالله، فوقع الشرك في الأرض وتفرق الناس بعد أن كانوا أمة واحدة.